النادي الاهلي هو النادي اللي انا بشجعه من وانا صغيره. مشجعه للزمالك منذ قديم الازل. الزمالك انا حاسه ان انا جزء منه وهو جزء مني. النادي الاهلي بالنسبه لي انا عشقي، حياتي كلها. بشجع حاجات كتير قوي في يعني في كره القدم. النادي الاهلي الواحد بيتولد وحب الحاجه جواه، فانت بتتولد وحب الزمالك جواك. انا بحب الفريق ده، وبعد كده بقى لقيت ان لا، كل ما احب حد مثلا مشهور الاقيه يقول انا زملكاوي. الموضوع وصل لمرحله اللي خلاص بقى انا زملكاوي. بدات تشجيع النادي الاهلي من 41 سنه. الاهلي غير مودي. مجرد تعرض الاهلي لظلم في التحكيم ده كان ممكن يخليه مثلا اسبوع ما ذاكرش وما اكلش وعيط كتير. يمكن دلوقتي الموضوع اختلف شويه. اول ماتش كان تقريبا كنا 78 79، كان الاهلي والاسماعيلي، كان استاد القاهره، كنت قايده مدرج كامل بالهتاف يعني. اخر ماتش كان اخر ماتش للاهلي في استاد السلام، اخر ماتش في افريقيا كان للاهلي انا حضرته. ادراك ان في كيان اصلا اسمه النادي الاهلي كان وانا في الغربه. الفرجه بقى على ماتشات الاهلي والمنتخب، عرفت بقى ان في كيان اصلا اسمه النادي الاهلي من سن مثلا اولى اعدادي او تاني اعدادي، يمكن 12 13 سنه. وبرده موضوع الخناقات دي كانت بتحمسني ان انا ادور واسال. انا من الناس اللي لما بتفرج على الماتش بتنفعل جدا معاه، بنفعل بكل معنى الكلمه يعني. مواقف جنونيه او يعني غريبه حصلت معايا بالنسبه لتشجيع الاهلي. في مره خسرت صديق على الفيسبوك بسبب ان احنا هو محتد جدا للزمالك وانا محتده جدا للاهلي، واتخانقنا خناقه كبيره جدا، كل واحد عامل انفريند للتاني، ولغايه النهارده احنا ما بنكلمش بعض. اتولدت في بيت من مشجعي الزمالك، عيلتي كلها مثلا عيله ابويا تحديدا كده، فانا مثلا يعني انا بنتمي لنادي الزمالك من وانا عندي 5 6 سنين. فوز الزمالك يعني مكالمه لابويا حالا اون سبوت، ابارك له ويبارك لي وهكذا، مكالمه ممكن نصحى لها من النوم ونتحرك علشانها، وبتبقى مهمه جدا في حياتنا. الاستاد بيخليك معاهم في الملعب، يعني انت قاعد مع اللعيبه في الملعب، انت بتبقى متفاعل مع كل حاجه، كل حاجه بتوقع قلبك، كل حركه، كل فكره، بتشوف الصورة بشكل أوسع بكتير، مش من عدسة مخرج من خلال لما بتتفرج على التلفزيون أو كده. أنت بتبقى متفاعل، شامم ريحة النجيلة، الجون بيبقى له طعم. أكتر الحاجات الجنونية في التشجيع للأهلي كانت بتبقى كاس في أفريقيا أو كده، فمين دي الحاجة اللي يعني بتبقى لو إحنا كسبنا أخيرا، فالتشجيع بيبقى يعني بطريقة متخلفة. وكمان لو احنا مثلا بنتفرج بماتش عند حد مش صحابنا قوي، حصلت مره يعني واتكسفت من نفسي قوي، بس انا فعلا كنت متعصبه يعني، اللي هو احنا مش عارفين نكسب. بعد ما خلص الماتش بقى لو انا اسفه يا جماعه مش هتفرج على الماتش تاني بره البيت. في ايام مع الاهلي ما انساهاش تماما يعني، فترات وانا صغيره الانفعالات بتاعه البطولات والكلام ده فاكراها طبعا، لكن اللي متذكرات على كبر طبعا، ولسه كان قريب جون ابو تريكه بتاع الصفاقسي، انا اظن ان انا كسرت نص الشقه. انا ما خدتش بالي انا عملت ايه الا بعد ما عملت بشويه كتير الصراحه. ده حضرته في الاستاد بقى، الاهلي والاتحاد الليبي اللي هو الجون بتاع شهاب ده، انا قلت جون وهي طايره يعني، لدرجه الناس اللي حواليا في المدرج بصوا لي، هي كانت لسه ما دخلتش. كان في ماتش للزمالك وكان نهائي تقريبا، وكان بينه وبين الاهلي، تاثرت قوي فروحت قعدت اتنطط لدرجه ان انا كسرت الترابيزه. طبعا كانت علقه محترمه. بعد كده المفاجأة بقى ان انا عمري ما دخلت استاد في مصر، انا كل اللي دخلتهم كانوا بره. وقت ما ملاعب بيعتزل دي بتبقى اكتر وقت الواحد بيحس فيه بقى مشاعر كده انت مختلطة مش قادر تفهمها. انا فاكر لحد دلوقتي اعتزال حازم امام بالذات، لانه هو مش بس كان لاعب، هو كمان والده الله يرحمه وعيلته عامة زملكاوية، وهي تحس انها بيلر يعني عمود كده في نادي الزمالك، مش مجرد لاعب دخل يلعب في نادي، لا هو جزء من الكيان. والفانيلا البيضة اللي بخطين حمر دول زي ما بيقولوا جزء لا يتجزأ منه. هي ماتشات الاهلي والزمالك بالذات هي اللي بتخلي يعني الواحد كان بيتفرج على المنتخب مثلا غير اي ماتش تاني للاهلي، حتى لو هو مش بطولة، حتى لو مش ماتش بطولة، بس بياخد الموضوع بشكل شوفيني شوية. فأي ماتش مع الزمالك ولو احنا خسرنا او لا بتضايق. قاعدة في نادي منافس وكان ماتش خلص 4-3 للزمالك بس، وبعدين في جون اتحط وانا بمنتهى العفوية اللي في الدنيا قمت وقلت جون، والموضوع كان جميل جدا
يعني الناتج النهائي ان حتى بتاع الكافيتيريا كان رافض ينزل لي قهوه بعد كده. يعني حياه بكل حاجه حلوه او وحشه بتحصل فيها، يعني بكل فرحه وكل خيبه امل وكل حاجه بتحصل، فهو الموضوع حياه زي حياتك في اي حاجه في الدنيا. من طبيعي انا بتفرج على ماتش الاهلي مرتين، مره الماتش ومره الاعاده، حتى لو كان ماتش دوري عادي يعني تم بالنتيجه في المره الاولانيه، تاني مره ببقى مهتمه اشوف شويه فنيات وحاجات من الواحد بيحبها. يعني من الايام اللي كانت بالنسبه لي صعبه جدا جدا يوم وفاه محمد عبد الوهاب، وطبعا يوم بورسعيد ده لوحده قصه، لانه ده دخلني في علاج لمده شهر. النادي الاهلي هو النادي اللي انا بشجعه من وانا صغيره، يعني اللي هو مثلا بتفضي له وقت لما تشوف مثلا حد من لعيبه النادي الاهلي فتحس ان انت هو الرول موديل بتاعك، لما حد بيصاب من النادي الاهلي بتحس ان انت واجب عليك تقعد تدعي له عشان هو ده اللي هيجيب لك البطوله، هو ده اللي هيفرحك. فلا، علاقتي بالنادي الاهلي هي علاقه يعني بيجري في دم اي بني ادم، الا لو هو يعني معترض وعايز يبقى زملكاوي. الزمالك نادي حاسه ان انا جزء منه وهو جزء مني، فهو واخد جزء كبير من قلبي. جمله واحده مش هتكفي بصراحه، بس هو حته مني. اوصف النادي الاهلي، هو صعب ان احنا نختزله كله بكل المشاعر، بس يعني هو زي ما بيقول هو الكيان بألف لام تعريف. عشقي، حياتي كلها، يعني المكان اللي عندي استعداد ان انا اعمل له اي حاجه بدون مقابل وبدون تفكير، مستعدين فعلا نعمل عشانه اي حاجه في اي وقت وبدون ما نفكر، حب في الكيان مش اكتر.